انت ما تخليتش غير انك تبقى ست وست من الاخر ست الستات ده انت عايز تعمل سندوتشات وعايز اسالك على حاجه كده بما انك انت هنا دايسه السنجريه يعني ورمل اسكندريه يعني قول يا اخويا انت ما تعرفيش حد هنا اسمه عم هريسه هريسه ايوه هو سالف منك حاجه ولا سالف مني حاجه كلمه دي خطر قوي على فكره سالف مني يبقى انت عارفه عم هريسه فين عم هريسه لا انا ما اعرفوش بس يمكن ابويا يعرفه طب ابوك فين دلوقتي لا فين سبقني على الشغل ايوه طب والشغل بيشتغلي ايه انت في كازينو القط الاسود انت بتشتغلي مدربه سنود واسود ولا ايه لا يا اموت في القعده اموت في الشمي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا ليلي يا عين اوعى يا ليلي يا رصص يا واد رصص انا اضرب الرمل والصوان على راسي يمكن على الله يرق قلبي كلاسي يمكن على الله يمكن على الله يمكن على الله يمكن على الله يرق قلبك وشعرك حني بيه بالزبدة ودان بيه وده شعرك حني بيه بالزبدة ودان بيه وده شعرك حني بيه بالزبدة ودان بيه ولما جي العريس سيبتيه وانا اللي ليلي طال وانا اللي شبت ما تعلم وشعرك حني بالزبدة ودان فيه وده شعرك حني فيه
انشرح لك من ساعة ما شفتك، حسيت انك انت راجل جدع. انت ايه يا عم الحاج الحكاية؟ انت كنت مش هتطلع لي في حتة ولا ايه؟ اصل انا عارف حكايتك وحكاية هريسة. لا والنبي عارفها منين حكاية هريسة؟ بنتي. بنتك مين؟ النوعة. لا والنبي انت تبقى ابو النوعة؟ تمام ابو النوعة، تعال معايا بقى وانا هقول لك على كل حاجة. يلا ها تعال. شايف الأمن منه الراجل ده مش عارف مين. واخد بالك يا لمبي؟ علي النعمة واخد بالي، والله واخد بالي. يظهر انك انت بقالك كتير قوي من بدري مش واخد بالك. يا عم والله واخد بالي، ما انت طلعت رجب وانا واخد بالي. يابا سيبه بقى ما تشغلهاش عليه. انت عايز من اللي جابوني انا ايه في القعده دي اللي انا عطنت فيها؟ انا عاوزك تتجوز البنت دي، اصلك انت باين عليك انك انت جدع من الحكايات اللي هي حكتها لي. يابا ما يصح. شوف الدلع، يابا ما يصح شويه رمياها عليا. لطيف لطيف جميل. انا كده هننفذ الشرط اللي احنا اتفقنا عليه كده بقى، يبقى انت البكيه عليك انت بقى. في ايه؟ في الحاجات التانيه اللي انت قلت لي عليها، اتجوز النوعه؟ اقول لك مكاننا هريسه فين؟ اخد ال 10% من الكنز وتوافق اجيب لك المأذون من بره. خلاص خلاص هقول ايه؟ انا موافق طبعا، اوافق وابصم كمان. انا مالي ايدي كويس من اللي انا بقوله، عارف ليه؟ ليه بقى؟ لأن هريسة يبقى أخويا بس من أم تانية. لقيت يعني؟ محدش يعرف مكانه في العالم إلا أنا. يابا ما تقوله من غير ما يتجوز، جايز الجدع ملوش غرض في الجواز، ممكن يكون في واحدة تانية. يا واد أنا لو لفيت الدنيا دي كلها في سجارتين مش على ضفرك. والله جاي وشعري يا ألف مرحب، نكد على نفسه وما جاش، نروح نشوفوا حظنا مع اللي بيدوبوا في دباديب رجلينا. طب خلي حد يهوب كده ناحية دباديب رجليك وهتشوف هيحصل له ايه. أموت في الآدم، أموت في الجلي. بس بص بقى والنبي، أنا عندي بس حتة بروبليمة صغيرة كده. اتفضل. أنا سيد الرجالة يعني الامباوي ودم حامي وسخن ومصنع الرجاله، وما اقبلش ان مراتي ترقص في كباريه بالليل. اموت في الادب. ارقص الصبح بس. اسم اننس، اسم اننس، اسم اننس. صباح الخير يا سيد الناس وتاج راسهم. صباح الخير يا احلى أحلى النوع موجودة في الدنيا كلها. بسم الله. أنا مش مصدق نفسي. ده أنا كل شوية أصحى من النوم ألاقيك جنبي، أتنفض كده وأتفز، أقول مين ده؟ أنا اتشقيت ولا إيه؟ أقول يا فضحتك يا النوعة، أفتكر إن أنا اتجوزت. أنام أشوفك أتفزع، أنام أشوفك أتفزع، حسيت بيا؟ لا والله ما كنت حاسس، لأن أنا كان عندي وأنا نايم جنبك بتفزع كان عندي كبوس. كبوس؟ كان كبوس وحش قوي قوي. والله كنت طول الليل عمال اتضرب بالقلم على وشي طول الليل وانا نايم. طب وبعدين؟ ولا قبلين فتحت عينيا لقيت اخر قلم نازل عليا من الكبوس دراعك، هو نازل على خدي. فزع حضرتك كان نازل عليا انا. يقطعني خلاص، ابقى اربطني وانا نايم. ليه يا بنت؟ ليه الميول اللي انت فيها دي؟ اموت في الادب، اموت في الجلي، اتجوز نعجه. صباح الخير يا لمبي. ده الصباح الزفت ده الصبح. لمبي. صباح الخير يا حنايا. تعال يا يابا. تعال يا حبيبي. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. ما شاء الله، ابوكي بقى كوكب الشرق جاي للصحيحة. صباح الخير يا ابو النوعة. صباح النور. ايه بقى فين بقى؟ انت قلت لي هريسة بعد جوازي من النوعة على طه رشدت على هريسة، فين هريسة بقى؟ هريسة ده ايه؟ الهريسة ده ايه؟ هريسة اللي انت قلت لي عليه ان من امك الافريقية ده ولا الفلبينية؟ منين؟ انا قلت الكلام ده؟ ايوه قلت الكلام ده. لا ما حصلش، ده انا حتى كمان مقطوع من شجرة، ده انا حتى كمان ملياش لا ام ولا اب. جاي يا ابا انت قلت الكلام ده؟ انت بتحاميله يا بنت انت ولا ايه؟ يا بنت لا عندك اوعى تغلى.
غلط. يا بنت انت بتكلمي ابوك كده ليه؟ وابوك ده ولا مجراه؟ اه ابوه. استنى انت يا لمبي، هو انا ماليش راجل يحميني ولا ايه؟ بلاش جسمه، كفايه اسمه. ايه يا عبد الحاج؟ ايه؟ هي صحيح ملهاش راجل يحميها ولا ايه؟ انا ممكن اعملها معاكم بص واعمل الصح ومن الاخر، بس اللي مثبتني ومفكسني الطربوش اللي على دماغك ده اللي بيمثل قيمه من المصريين. مصر مش بالطربوش يا لبي، وادي الطربوش. على فكره انت كده بتغلط في المصريين. من فضلك لبسني الطربوش. تعالى اتفضل. حلو كده؟ أمال يلا بقى، انت قلبت بتاع زلابيا كده، طلعني العريس على طول كده. أنا عرفت إنك أنت راجل وتقدر تحمي بنتي بعد ما اديتني الطربوش. أمال إيه؟ مش قلت لك يا بابا؟ يا ولاد أنتوا عاملين عليا مسلسل؟ يلا بقى، فين العريس اللي خلاص؟ فوق فوق؟ مات من غير ما أعرف السر؟ بقول لك إيه؟ وده فعلا يعني ابوك بجد؟ يعني ابوك يعرفه بجد ولا اي كلام؟ طبعا بجد، ده عم هريسه والنبي. طب يلا بينا. ايه ده إيه؟ انت داخله هتعملي له نمره؟ هترقصي؟ ما تستني، ما تجمدي يا بنت. انت ايه توقفي مع الراجل؟ مش صباح بشير. بتغير عليا يا لمبي. الله، امال ما كنتش غير عليك؟ انا غير على مين يعني؟ اموت في الادب، اموت في الشلي. يلا اقف انت بقى، يلا بقى. حي 2 3 هوب، حي 2 3 هوب، حي 2 3 هوب. معتدي المرش. لا بخش. ايوه كده، استرجل ده بس. صباح الخير يا عم هريسه. صباح الخير يا النوعة. من ده؟ ده جوزي الليمبي. جوزك؟ امال بيبص لي كده ليه؟ سيبه بس، عايز يتاكد من حاجه. تخلق النطق ابويا الله يرحمه. انت عم هريسه؟ لو انت ابن حد متدياني فانا مش هريسه. طب لو انا مش ابن حد متديانه ابقى اني هريسه؟ هو اللي انت بتدور عليه. انت مين؟ انا الليمبي. الليمبي؟ ايوه. يا رب انا سمعت الاسم ده فين قبل كده. جرى يا عم هريسه، ما انا لسه قايله لك ان جوزي الليمبي. جرى يا بنت، ما تبخش فيه. الله. أموت في الأدب، أموت في الجلي. هقول النبي بقى عم هريسة. ممكن أكون سمعت الاسم ده في حتة كده ولا كده، أو بشارة قالها الطالع. أيوه. لا شوف بقى الطالع بقى، واطلع معايا واحدة واحدة، وخلي بالك وأنت طالع لا تقع. أيوه، الدبانة الحمراء. يبقى انت حفيدي اللي هيعرف عن طريق مكان الكنز، وانا في النزع الاخير. ايوه حفيدي. جدو قريبي، قولي بقى مكان الكنز فين؟ ما قلنا الوصية بتقول ان انا لازم ابقى في النزع الاخير. مستعجل ليه؟ كنزك موجود. ايوه كان صحيح حكاية الكنز يا لمبي. امال ايه بقى، جوزك خنتاريش ولا ايه؟ ايوه النوعي. ايوه صحيح، الكنز حقيقي واحد اتهني بيه انت واللمبي حفيدي. حبيبي يا جدي يا قريبي. يلا بقى، الدقلك في الطاسه بقى، وخلص على نفسك بقى عشان عرفنا كان الكنز. ارمي نفسك من فوق السطح بتاع البلوك. الله يعرف نفسك، هو من اي حاجه فضحي سبيلنا. حفيدك يسعد. هو الله النوعه. قول لي يا بت. اقصى عليك يا لمبي، عايز تموتني قبل اجل ما يجي؟ اهون عليك برضو، ده انا برضو جدك. اصبر شويه. ما تزعلش يا عم هيسه، خلاص موت على راحته. طب ايه بنت الكلام اللي يموت على راحته؟ احنا فاضيين من الكلام ده. اقف يا ادم. اموت في الادب، اموت في الشلي. وارجوك استحلفك بالغياب الغالي عندك، تدلني المره دي على مكان الكنز بجد. انا تعبت تعبت خالص. بالراحه علي، سيبنا موت واحده واحده. واحدة واحدة يا عم هريسة كده، هيبقى خانقة أو كتير أوي بصراحة بقى. أنا تعبت يا عم هريسة بقى، قال لي موت واحدة واحدة. ما تاخدها ماشي أحسن بدل ما تموت واحدة واحدة. مع السلامة عليكم. أما تموت بقى ابعت لي. استنى يا حفيدي. إيه؟ ما دام طلعنا قرايب ما ينفعش أموت وأنا جعان. ما تعملوا لي طبق طبيخ ولا صينة صيادية. على فكرة أنتوا كلكم سحنة واحدة في قلب العصور اللي أنا شفتكم فيها. كل خلق واحدة ونفس الغيتاتها على فكره، نفس السقاله ودماغ ما فيش. واضح ان العيله الهريسيه دي عيله من قبل تاريخ التاريخ.
مع السلامة عليك. اه يا كبدي. ايه اللي حصل تاني؟ اه يا كبدي. ايوه يلا بقى. يا رب تموت. يا رب تموت يا جدي. يا رب قلبك يقف. قرب مني. اهو. نفس الريحة. ريحة مين؟ ريحة بلطية. بلطية؟ بلطية مين؟ بلطية العايمة. بلطية العايمة؟ وانت بتحب عبلة كامل ولا ايه؟ حياه. حياه مين عبليك؟ مين الحياة الكاملة دي؟ بلطية العايمة. أيوة. ستك. ست اسمها بلطية العايمة؟ ايوه. غرقانة دي ولا ايه؟ ولا هي اسمها كده؟ احلى قصة حب في المكسيك كلها. لو نبي. كنا نقعد على بير مسعود. ايوه. هي تغطس غطسايه. ايوه. وتطلع قرش. ايوه. وانا اغطس غطسايه. ايوه. واطلع قرش. ايوه. ونحط القرش على القرش. وتقعدوا تضربوا تلمع في حمايتين، صح؟ مش كده ولا ايه؟ احيه. يا عم عيب الجمله اللي انت بتقولها دي بتاعت حريم. كنا بنكون نفسنا. ايوه قرش على قرش يعني. ايوه. ايوه. ومره في ذات الايام. ايوه. غطست الغطسه وما طلعتش تاني. نعم النبي. ريحتها جت. ايوه. جت فين؟ انا جاي لك يا بلطية. لا اوعى تغطس، اوعى تغطس. بلطية انا جاي لك اهو. استنى يا عم، هي بتشدك ولا ايه؟ بلطية. عم هاريس استنى، قولي على الكنز قبل ما تنزل وتكتم نفسك. استنى، لا قولي على الكنز، قولي على الكنز، قولي على الكنز الاول، قول. ايوه. ايه ده بقى عبيط قبل ما يموت؟ والكبر ما بيموت. يا لهوي مات؟ اه مات طبعا. يا لهوي. يا هضبة افندي يا رجاله، هريس ابو الليف بيخلص خلاص، وعنده جدع اسمه الليمبي والبت قنوعه، وشكله هيموت دلوقتي اهو. هنسيبه هريس هيموت كده بسهوله من غير ما يقول لنا على مكان الكنز فين؟ ايوه يا جدعان، وهنعمله ايه دلوقتي؟ يا هضبة افندي. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا مصر، اللي بتحببه دي وقعت البوظة. ايه دي يا هضبة افندي؟ لا مؤاخذة خواجة، عندي انا دي، عندي الحساب كله. يلا بينا يا رجالة. عارف ايه؟ ربنا ينتقم منكم. إلهي سوقت رمي يكون أعمى ويقفكم مرة واحدة على هريسة وهو بيعترف بالكنز للمبي. يلا بينا. هو ده. ده صحي يا بنت، ده العلامة بتاعت ال هو هناك اهو. هو يا بنت اهي. ايوه المفتاح. ايه ده؟ اسمع طالع، انتوا جيتوا؟ قال لك فين الكنز؟ صدق انتوا ولاد حلال. انت ومبصحف ولاد حلال، ان هو لسه واخد الدواء بتاع الاستاذ دلوقتي، وقال انام شويه واصحى يدركوا على الكنز، بس كل انتوا جيتوا يعني. مش كده يا بنت؟ انا شفته والله. لا بقولك اتفضل اتفضل. اهو قاعد اهو نايم اهو. يعني هناخد الكنز يعني؟ انت هتاخده. خش خش خش. ربنا يخليك. يلا يا حبيبي يلا. قول بقى. اهو هيصحى دلوقتي. يلا يا بنت يلا يا نور. يلا يا لم. اللي بس رايحين فين يا ولاد؟ يا عم حاسب يا عم. ايه ده؟ ابوكي ده ولا ايه؟ ابويا يا لهوي يا حبيبي يا ابني، انا ماليش غيره. معلش معلش هنشوف له حل، هيفوق دلوقتي. طب انا محتاره دلوقتي بين جوزي وابويا. جوزك طبعا الشرع بيقول كده في اليوم ده. لمؤاخذه يابا. يلا معلش. انا رجعت لك. يلا ما حدش هيجيبه غيري. هات الليله. بص بقى دلوقتي، انا غصب عني لازم اسيبك وامشي، في ديانه ورايا وانا. هتسيبني يا لمبي؟ ما ينفعش الديانه ورايا، هقابلك اكيد، هقابلك. هترجع؟ والله هرجع، هرجع لكم كلكم مش ليك لوحدك. بص الباب ده احتمال الاقيك انت وراه. خلي بالك من نفسك يا نوع. ايه الكلام الغريب ده يا لمبي؟ يا لمبي انت يا دي الليل والنهار اللي بتنيل وقع فيه. كنت فين يا لمبي؟ تيخة حبيبي. انا رجعت يا انا رجعت. يا عبد الله على السلامة. الله يسلمك يا تيخة. ايه ده يا عبد فرح من ده يا؟ وده وقت يا لمبي، وقت هزار يا جدع. ده الفرح متسوم وبسبوسة مستنياك والكوشة وكله مبروك يا جدع. ده والنبي ده فرح انا؟ ايوه.
الكل يبوس ده بلدنا السيدة. صباح الخير يا بسبوسة. صباحية مباركة يا جزيد. شوفت مش انا قلت لك انا؟ عمل ايه؟ قال قولي يا لمبي. قولي يا عنون اللمبي. انت كنت فين الشهر اللي فات ده؟ ده وانا كنت شهر؟ اه؟ لا والنبي. ورجعت ايد ورا وايد قدام واهل الحته قالوا انك لقيت الكنز وانا لا شايفه لا كنزي ولا كنز ولا كنز ولا كنز. اه كنت فين يا علم؟ ايه يا بت الله يا ساتر انت ما بتمرش فيك حاجه ابدا افتكر لي حاجه من ساعتين. الله لقيت الكنز. لقيت الكنز؟ اه منين؟ فين؟ اقول لك يا ست انا بعد ما سبتك في قلب المدفن فتحت الباب ببص كده في وش بيتي لقيت الكنز. لا ما لقيتش الكنز. بمشي شويه هوب ببص كده قلت ايه ده؟ ايه ده مفيش كنز. رحت ماشي تاني فضلت امشي 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 لحد ما لقيت بقى الباب. فتحت الباب بقى هو ده بقى ما لقيتش برضك الكنز. قلت الله. وبعدين بندح بعيني كده وانا جاي كده فلقيت لك حتى الباب. قلت بس هو ده. رحت ضرب المفتاح فتح ما عايز ضيع ما انا عطشان انا حينك ماشي. طب انا عايز اقول لك طب بوز ميه ايه ده؟ الحمد لله يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده بانه ايه؟ يكونش ده الفانوس السحري بتاع الناصر صلاح الدين الايوبي؟ لا لا الوديعه دي الوديعه دي سميه سميه ساسات ساسات احب عمري مع الحاجات زي كده انا بحب بس هما مش كانوا ثلاثه اي عفريت بيطلع من الفنوس بيقول لك ثلاثه انت ليه واحده؟ هو انا بحب بس يا مطلوب وخلص يا اخبار. لا طب على ايه؟ الوش ده لازم يتطبق وتحط في قلب المصباح تاني. ارجع المصباح يا حمار تبطل في مية يا واد تيجي دولك
اتفضل يا دليل السودا ولا كنز وانت مين يا عم ميجي دورك قابل يا عم الذنبي ميجي دورك اتفضل 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 العبيط ده ولا ايه اتفضل ميجي دورك اتفضل يلا انا هو كل واحد يتحرك على مكانه الريحه دي الناس دي واكله شرابات ولا ايه ايه ده انت مين ايه اللبس اللي انت لابسه ده ده انا من جاي من 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 عند الباب اللي في الباب يلا يلا خلص علشان تخش الاختبار يلا اختبار ايه نظر ولا سواقه ايه بتقول ايه يلا خش خلص البس بالراحه شويه كده مش خليك متورع مع الناس التورع حلو مع الناس ده البس ايه دي عايز بكام فول فيها دي فول البس دي يا زلطه بسرعه يا ترى بقى الراجل بتاع الفول هيعرفني ولا ايه سمعت اخر الاخبار اسمه الامير وهي يعني الاخبار في المحروسه بتخلص ما كل يوم بخبر قالوا يقول لك ايه ده خبر جديد اصبروا شويه واسمعوا بقيه الاخبار قول يا هضبه الامير طربال بيجهز نفسه علشان يتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيه قديمه ده كل المحروس عارفه هلا وبعدين هو ده اخر خبر ده انت اللي اخر واحد تسمعه لكن الجديد بقى عندي الامير طربال بيجهز رجالته وبيقابلهم في السر علشان ينتهز الفرصه في اي لحظه وينقض عليك ويتخلص منك انت ورجالتك وانت عرفت منين اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر انت اهبل يا ابني ده انا هضبه الاجر على الله انا اصلي ليا واحد حبيبي قوي من رجاله الامير طبار وهو اللي جاب لي اخباره اهو انت كده جبت المفيد انا عايز اعرف كل حاجه بتتقال عني طبعا بمساعده رجالتي وحبايبي بس خد بالك يا سمو الامير الامير طربال ده عامل زي التعبان التعبان دواء قطع رقبته واحنا خدامينك يا سمو الامير لو عايزنا نقطع لك رقبته نقطعها لك ونسلخ لك جلده كمان لا سلخ جلده ده سيبوه عليا انا اللي هسلخ جلده واكسر سمه واخليه عبره لاي حد يفكر يمس مملكه قمر الدين اتشرفتوا ونورتوا يا رجاله انتوا خارجين كل واحد يخرج من طريق غير التاني انا عندي ميعاد دلوقتي في القصر ميعاد مهم جدا اتفضل يسيبك بخير يا سمو الامير السلام عليكم اهلا اهلا بالامير طربان وانا بقول القصر منور ليه ده نورك يا سلاف انا قلت اجي لك طالما انت مش بتسال عني انا ما اقدرش يا امير طربال بس كل الحكايه اني مش عاوز اشغل معاليك يا سيدي اشغلني طالما هتجيب لي اخبار الديب اللي اسمه قمر الدين اشغلني ده المفروض يسموه قطران زفت مش قمر الدين ده الدين بريء من امثاله لا المكان ولا الوقت اسمح بكلام المصطبه دي انا عايز اخبار اخبار أنا وصلتني أخبار إن قمر الدين ده بيقابل أتباعه في السر وسمعت إيه تاني؟ ده كل اللي وصلني هما بيتقابلوا في السر بيقولوا إيه؟ الله أعلم طيب سرة النقود دي خليها معاك علشان تسمع كويس وتبلغني فاهم يا سلاف؟ فاهم أنا من اللحظة دي كل أذان صاغية أيوة اصحى معايا بدل ما أقطع ودنك أوامرك يا مولاي الأمير المهاب قمر الدين رهن إشارة حضرة مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه كل اللي تأمرني مولاتي بيه أنجزه في التوه واللحظة مهما كانت خطورة الأمر يا قمر الدين مولاتي بتشك في ولائي إذن أنا أقتل نفسي حالاً بالخنجر ده رجع سلاحك أنا عايزاك حي واثقة فيك زي ما أنا واثقة في البلوى المسيحة اللي اسمها طربال ابن غربال مولاتي شجرة الرز
مرات حضرة السلطان الصالح أيوب الله يرحمه، الفخر كل الفخر لطربال ابن غربال أن تمنحني مولاتي لقب البلوة المسيحة. كفانا نفاق، الأمر خطير جدا ومش محتاج أي محلسة. خير يا جناب مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. الله يرحمه. هل هناك أشياء عكرت صفو جنابك؟ لويس التاسع مشي من دمياط راح على المنصورة. ايه؟ لويس التاسع اتحرك من دمياط على المنصورة؟ وانا اخر من يعلم؟ اذا انا مكاني مش هنا، انا مكاني في المنصورة. استنى مكانك، مولاتك شجرة الرز ما امرتش حد بالانصراف. طول عمرك ارعن واهول وفاتح صدرك، اعقل اعقل بلاش جنان. مولاتي بتتهمني بالجنون قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. مش عايز اسمع ولا كلمة. أنا عندي مشكلة. خير خير يا مولاتي. أنا عايز أتجوز. إيه؟ ولازم أختار واحد منكم اللي هيثبت ولاءه ليا طبعاً. واللي هختاره هيبقى سلطان البلاد. وهيبقى بعلي وسندي وهيقعد جنبي على العرش. انصرفوا الآن وخليكوا حواليا هنا في القصر. يا ريت مولاتي تأذني أجهز نفسي للرحيل، أخذ بعض النضرجية وأروح عشان أستطلع جيوش لويس التاسع بنفسي. لك ما تشاء يا قمر الدين، أنت خطيبي دلوقتي والقصر قصرك. انصرفوا الآن ودعوني أناجي شجوني. انت رقم قدوسك كام؟ هو رقم قدوسه كام ده؟ قول لي. لو قابلت حد من اعدائك وكان قاتل ناس كتير وقع في الاسر تحت زلة سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال، تعمل ايه؟ قول له الرحمه حلوه قوي يا سيدي. حلوه؟ امشي خدوه على تمريض. اتفضل اللي بعده. انا روحي. قول لي. ايوه. لو قابلت حد من الاعداء في المعركه ايوه وكان قتل كتير من عشيرتك وقع في الاسر تحت زله سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال، ايوه هتعمل ايه؟ اغزه في عياده. تغزه؟ دغري كده اروح غزه في عياده على طول وهو بيستسلح. بيستسلم بلا رحمه. تغزه؟ ايوه مصطلح جديد. حلو. طب تغوصوا ازاي يعني؟ يعني بتروح جايب انت الكزلك حته كده وتروح لمؤاخذه ارفع رقبتك كده وتروح حاططها كده ويمشي بقى كده في زي السكينه في الحلاوه. حلاوه؟ ما ده شفت انا. انت قتلك بالكلمات في شيء جديد. ايوه لو بعرف اشتم كمان واتف كمان. امال ايه؟ طب هبقى اي عبط ولا ايه؟ اركن على جنب. اركن على جنب ليه وانا عديت رادار ولا ايه؟ اركن على جنب. حاضر. طب بقولك ما تعرفش حد اسمه هريسه؟ على جنب. على جنب هريسه على جنب رقر ليه وحرام ولا ايه؟ تلاف دخلوا للسلطانه، هو ده اللي احنا عايزينه. وانا كده نجحت؟ ايوه نجحت. ونبي نجحت؟ نجحت. طب انا هلعب تحت سن كام؟ احنا هناخدك معانا في الجيش. في الجيش؟ في طلائع الجيش؟ وده الحلوه دي واحترف بعد كده والعب في اسكو. هاتوه. مولاتي السلطانة. ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولاتي الامير السلطان. تقدم ايها الفتى الشهم، لقد سمعت عنك الكثير وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمة. تقدم يا غليظ. مولاتي الامير السلطان. مولاك الأمير هينتهي أمره على إيديك. مولاك الأمير هينتهي أمره على إيدي أنا؟ ليه؟ هقتله ولا إيه؟ قلبك شغوف للقتل. أيوه. القلب قلب أسد. أيوه. والصدر صدر فهد. من إيه؟ والعين عين صقر. من إيه؟
وهذا يعجبني، لك كل ملامح الفارس المغوار. ايه فارس الاستشوار ده؟ مولاتي انا عايز اروح لك بالسر لو سمحتي. انا كنت في كبد اسطنبول دلوقتي ريحه اجارك الله، انما انا الريحه دي ريحتك حلوه قوي يا مولاتي، فقولي لي انت عايزه ايه بسرعه لان انا مش مستحمل خالص. الزواج، نتزوج. نتزوجك مين؟ انا وانت نتزوجك؟ انا وانت لون ونضرب بعدين عرف كده واي مغرف سكر قريش ولا ايه؟ بس على شرط. طب يفسد وتمشي ليه؟ وما هو الشرط؟ ان تتجسس على الامير قمر الدين خشاف. قمر الدين خشاف؟ ده ايه في رمضان ده؟ ايوه يعني اتجسس عليه اعمل ايه يعني؟ تتجسس عليه لتعرف هل هو متزوج من امرأة أخرى؟ وهل أنجب ولداً كما قال الشعب والدهماء؟ وهل يحل لهذا الولد أن يعتلي العرش؟ تكلم! أنا مش عارف أنت بس بتكلمي كلام يعني مش عارف ده ليا ولا لمين؟ يعني أنت عايزك عايزاني أتجسس عليه هو؟ خلاص اعتبر الموضوع منتهي، هنزل على أي مائدة رحمن وأروح قفشه على طول لفه وأستكه وجايبه ديك على طول. عيب يعني. انت قلت لي اسمه ايه؟ قمر الدين خشاف. والنبي انت اللي قمر. قمر. تعال. اجلس بجانبي تعال. بسرعة كده يعني. عارف انا بدوس جامد انا عارف مشاعر جحدة. ما اسمك يا اسمك ايه؟ ايوه يا بيتك ده اسم الليمبي. اريد ان اعرف هل هو متزوج ام لا؟ هو مين ده؟ قمر الدين خشاف. ايوه ما خلاص قلت لك قمر الدين خشاف ده خلاص. انا بقول لك حربته لك في قلب شوال من نصريه ومخزوز ومتأسلك ومن فضل بعضك ابوك تحت رجليك هنا. خلاص كده؟ وبعدين يعني مين ده اللي يفكر ويستجرؤ ان هو يعرف ست عليكي؟ انت خلاص انت جبت سقف الحريم. اذا فعليك به؟ اعوذ يعني ولا ايه؟ اذا فعليك به؟ ايوه حاضر خلاص خلاص. مولات السلطانة شجرة الرز، الأمير قمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجة من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولات السلطانة شجرة الرز، مولات الأميرة، كما أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدام الجديد ده ولا ايه؟ مين ده؟ الخدام الجديد. شكلك كويس. والبلع برست عند ميجانس. اسمحي لي يا مولاتي انا اخده معايا. لك ما تشاء يا قمر الدين. هو ده قمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا تا تا. بعد اذن مولاتي بص الطير. هيا بنا هيا بنا. اهلا بي. وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجره الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد. تحت امرك يا مولاي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا، ومراتك شكلها ايه؟ قلت في عقلي بدل لا اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده قمر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ماي بليجر. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك بخلف منها ولد ولا لا. برضك قرط في عقد بالي اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف مخلف بطل، بطل يحمل اسم مصر الى العلماء فوق كده. ده من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا اولاد ازاي ايه؟ ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع عن اللمبي. انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب. بلاش بدل زين العددين. اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاء وشوف اللمبي مصنع الرجاله. تحت امرك. رقيبه ناس بتتدبح تحت رجليك تحيه وعظمه لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاف. امال ايه؟ باين عليك ذكي. الله يخليك. احسنت بتخزوني. بتعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى سيبنا نشوف شغلي. اتفضل. زكي.
فاتت، من سنين فاتت وانا بحكي حكايه الاميره زينات. الاميره زينات اللي بعتها في سوق العبيد عشان احافظ عليها من التتار. انت فين يا زينات؟ انت فين يا زينات؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوة التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوة دي؟ الأمير طربال اللعين. طربال. شاهين، إيه اللي ناقصنا في المعدات؟ إحنا سددنا عجز السيوف، لكن عندنا عجز في الخيول، لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين إسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقة. امسك الصورة دي تديها لعز الدين إسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليلة. عز الدين إسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصة للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولات السلطانة شجرة الرز باعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمة شجرة الرز، دايما بتبدي مصلحة البلاد على مصلحتها الشخصية. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود أكبر من كده. عايزكم تجيبوا لي أخبار من كل أنحاء مصر المحروسة. عايز عيوني المنتشرة في كل مكان تبقى دايما جاهزة، دايما صاحية، مستعدة. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضلوا. هي زعمور حبيبي. خيانة الحرية، خيانة. خلاص يا لمبي، بس يا لمبي تعبيط من هنا يا لمبي. بس ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم. ده ولدي الوحيد، هو ده كله. وحشني زعبور. هو يا ابويا، يا ابويا متخافش، ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. لمبي ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه. مش عايز انا. ايه الحكايه يا قمر الدين؟ زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق، انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده؟ من صغار يا مدام. ده اللمبي. لمبي ده ولد غلبان. ده ما تقيل لي يا لمبي. نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب؟ طبعا. ده حبيبي، ده حبيبي. لعبوا لحد ما تباحث في شؤون خاصه مع المدام. مع المدام؟ لا ما هو ده. لحظه بقى، لحظه بقى يا عم حبيبي، بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخله دي يا ابن الواي. مضطر يا لمبي. مضطر ليه؟ هو ايه، اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخله دي فيها غبه جامده عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكديسه في الدخله. الدخله دي مش حلوه. البلد عايزاك بعدين دخلتك دي. شوف انت، بص نخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها فدا الوطن، فدا مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات. ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقانات. انت داخل على مزلقانات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوه؟ حبيبي 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 ابا حبيبي حبيبي حبيبي. اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ ده حصان تحمر. ايوه ده عارفه، ده حصان. ايوه يا حبيبي. اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه، طبعا حلوه. شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي يلا وريني يا جمال. يا جمال هتورينا كده يا حبيب بابا؟ ده اسمه ايه؟ حصان. حصان. بص حتين لفوق 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 لفوق. يا جمال فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان
انت اكلته ولا ايه؟ انا بدعت الحصان. بدعت الحصان بتاعي؟ ابويا ابويا يلا براحتك. ابويا 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 الحصان ابويا الحصان. بس فين الحصان؟ يا ده ده شويه. فين الحصان؟ يا ده ده ابويا. ابوك ابوك جوه عنده موقعة الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يطفي بطني بتاعي في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا ام غلاستك ده انت غلط قوي ده يا ابويا. بس بس يا ابني نعم. ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ لا ابويا. مالك يا زعبور؟ كان الحصان. الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو. هو بس مش سوي بحاجة تانية خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي. الحصان في بطنه ابويا مش دول. مش دول. هو كان الحصان. والله هو دول مصحف. انا هجيب من حصانة تانية. انا مش معود ابني على الكذب. طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كذب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كبد. كده بقول لك حضرتك لما الواي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي اصلي الليمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده. اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كذاب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان لانه هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان. اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحي من بطنك. ايوه حاضر. انا كنت بهزر ده كله يا زعربور. انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني. انت عبيط عبيط عبيط. يلا ينعل ابو الغلاسه اللي جايبينك. يلا يا مدعى. لمبي هذا ساعه الباشا. انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدوله مع اصلاجه حبتين. شؤون الدوله؟ وهي دي شؤون دوله؟ ده شؤون القاره يا مولاي. انت دخلت دقيقه وخرجت شبه بتوع الكنافه والقطايف عندنا. لمبي دخله تانيه انا ما اعرفش هتخرج حداد ولا نجار ولا ايه مش عارف. اسمعني كويس. اتفضل. انت لا شفت ولا سمعت ولا عرفت. ادم مولاي سرك في بير. وايه كمان؟ ومخلف منها علي نص نقل. الواد ده بقى لو قعد على كرسي العرش ده ها خلاص ولا حيقوم ولا اي حاجه. لزق بكل على كره العرش. لا تنفع معاه ثورات ولا مظاهرات ولا اي حاجه لان هو من الوزن الثقيل فصعب انه يشال. البلد هيسيبوا له البلد ويهجوا تاني يوم لو مسك الحكم. ومراته؟ اشمعنى؟ شكلها ايه؟ متناثره الاحجام. فدي عايزه بوصله عشان تحددي الخلقه فين بتاعته عشان تعرفي تتكلمي معاها. وحشه يعني؟ وحشه منين؟ وحشة مني ست هادم. ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشة نفسها. دي تقدر تقولي رضع من وحيد الكرم. ها؟ فجأة في الجبل كده فأس عجل راح طالع. حاجة وإيه؟ وفاكرة نفسها زغلولة. وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قال على الأمير أمر الدين. وماشي عمالة تدلعه يمين وشمال. وهو طبعًا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع النسك. مولاتي السلطانة شجرة الرز لقد قتل الأمير أمر الدين خشاف يا مولاتي. الأمير أمر الدين خشاف إيه؟ الأمير أمر الدين خشاف يا مولاتي. كل سنة وأنت طيب. مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتله؟ مين؟ وكمان عامل لي مفاجأة إنك قتلت أمر الدين؟ مين أنا؟ يعني تير. أنت حبيبي. وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ انا ما قتلتش امر الدين ده. انت حبيبي. ايوه. وشريكي في العرش. ايوه. مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. انا ما قتلتوش. انا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى طمرايه واحده. كنت صايم تقريبا. ايوه تعجبني. خليك بقى على المقوله دي. خلاص قشطه قشطه. ايوه.
ايه لك من داهية؟ امال ايه؟ مغوار وعسل كمان. والنبي عسل، والنبي والنبي قشطة، انت عارفة؟ انت جايبة اخر الحريم، خلي بالك وحط في ذهنك ان انت جايبة من اخر الحريم. بالك انت؟ انت لو دخلت على اي بوياجي كده، بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا، مش هيجيب فيك خربوش، عشان انت زيرو وانا موت في الزيرو، من صفر المية في 3 ثواني وعشر من الدقيقة. يا اهل مصر المحروسة، راحت ايامكم المنحوسة. يا اهل مصر المحروسة، غدا الفرح والافراح، غدا زواج الاميرة شجرة الرز على الأمير الليمبي هريسة ابن المهروس. والحاضر يعلن الغايب، يا أهل مصر المحروسة. الليمبي هريسة ابن المهروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكرة فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير الليمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعنا، سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهاردة. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا آخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. لا، ما الحي يبقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على قدين الليمبي. صحيح والله. الخير على قدوم الوردين، بيقول لك بكره الفرح، يعني فتة وهوبر واللازم منه، في بعد كده خير؟ والله العظيم طول عمرك حمار وهمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بلد، وانت بتتكلم في هنجر الفتة. ليه محسسين ان انتوا ما بتشوفوش اكل؟ هو انا حرمكم الحاجة؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح علشان دوتشات كبده عند المملوك؟ هوا هوا. شكرا. قوم. انا رجليا وجعتني قوي يا شجره، مش هينفع الكلام ده. انتظر حتى يتم تنصيبك. تنصيب ايه؟ دي تنصيبه سوداء اللي انا فيها دي.
انا رجليا دابت من الوقفه والشمس عماله كل ما تنقح ازيد كل ما بعد عنك الشعب يطلع ريحه وعطم اجارك الله كلب ميت واقف تحت. دميحنا الوقت بعد، انتظر دقائق. دقائق وبعدين اموت ولا اقعد على الكرسي؟ لمبي قشطه قشطه قشطه، مع انها مش هتستحمل في العطانه اللي احنا فيها دي، هتسيح في لحظه. خلاص. هتموتوني ولا ايه؟ اركع. لا اركع ايه؟ حرام، الركوع لغير الله مزلة. اركع يا لمبي. شجرة عيب الناس والرجالة كده والناس. اركع. حاضر. سامحنا يا رب والنبي. سامحنا يا رب. السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي. مبروك يا حبيبي وشريكي في العرش مولاي اللمبي. الله يبارك فيكي ورب بحق جاه النبي، يجعل عتبة خير علينا وفتحة زي الفل ان شاء الله، وتبقى احسن من اللي قبلها باذن الله ان شاء الله. مش بشتر خير، انا مش بشتر خير. ودلوقتي يا مولانا السلطان، نعم، هتعمل ايه في هجوم لويس التاسع على المنصوره؟ هتسيبه يدخلها زي ما دخل دمياط؟ هو دخل دمياط؟ ايوه دخل دمياط دون علمي. وبيلعب فين الواد ده اللي دخل دمياط؟ بيلعب ايه؟ ايوه يعني هو باك ورك ولا هجوم؟ ورك؟ ما تقولش اي حاجه، انا اللي هتكلم، فاهم؟ ايه اللي انا اتكلم ده؟ ايه؟ اصحي، مفيش حريم تتكلم هنا، وانا سلطان بلاستيك ولا ايه؟ اقعدي هنا، اقعدي يا بنت، انا بقول لك اقعدي، اقعدي هنا، اقعدي. الشاب العظيم العتيق، طبعا انتوا كنتوا عارفين ان امبارح كان ليلة دخلتي وكلكم حضرتوا في قلب الصوان، وطبعا المفروض واحد زي هي في ليلة الدخلة يبقى ازازتين بيرة متفلتين، ها، وقعدة وحجرين والصباعة وهي ترقصت وكده. يعني بقى ليلة الدخلة لو انتوا عارفين، انما رغم كده سبتها في قلب السرير من اجل ماتش بتغلي وتنكت في نفسها وهي سكرانه طينه ومريضه ومفيش، خلاص بقى استوت. وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصر، ام الدنيا، حبيبتنا. فكرت ازاي الفرنسويين انا اعمل لهم خازوق يقعدوا عليه وابرموا وراح حافظ بصامونه من فوق عشان ما يتخلعش تاني. عاش السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي. وطول الليل رغم ذلك في ليله الدخنه قعدت افكر ازاي انهي على خميس السابع عشر لويس. نعم لويس. قعدت افكر كتير ازاي انهي على بوليس السابع عشر لويس. يا عم هو كل شويه غير اسمه ولا ايه؟ اسمه ايه؟ لويس. ايوه قلت بقى لويس ده لازم نعمله خطه ما تخربش الميه. لذلك فقد قررت ان الفرنسويين يدخلوا المنصوره زي ما دخلوا دمياط، نسيب لهم الايه؟ الساحة مفتوحة. هيخش على ايه؟ على بني غازي؟ فين؟ المنصورة. المنصورة هيخش على المنصورة؟ كويس، احنا هنفضلوا الشوارع ونفضلوا الحواري ونفضلوا البيوت بتاعتنا ونخش نسلمها له بيضة مقشرة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اخلصي؟ انا ما عنديش حريم تتكلم قدام الرجالة وانا ايه؟ ايه يا بنت؟ المأذون موجود يطلعنا الوقت ورقة واحدة وخلص. الله. وشعب المنصورة هيروح فين يا جناب السلطان؟ سؤال ذكي من واحد كلب زيك. احنا هنستناهم فوق الاسطح وهنطبخ لهم كمان. وهنطبخ لهم كمان؟ ايوه نطبخ لهم. نطبخ لهم بقى ايه؟ زيت مغلي بالزعفران، ميه وسخه مغليه بالحبهان، حله جزم، شربات، ايدهون، اي حاجه مواعين احذف من فوق. وفي نفس اللحظه الجيش المصري على اتصال بيه في سينا، وهيجي لنا مسافة السكة
يخش يحرر المنصورة ويرد تاني عن طريق المحور في 4 ثواني و100 ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش الجيش المصري! عاش الجيش المصري! عاش سلطان البلاد! عاش سلطان البلاد! عاش الجيش المصري! عاش الجيش المصري! عاش السلطان الليمبي! عاش السلطان الليمبي! زود لهم سكر وشاي عشان خاطر الدنيا تتظبط. ها، والآن أيها الشعب الكئيب العظيم، انصرفوا، انطلقوا، عيشوا في بلادكم بحرية، ولكن اللي هيغلط هطير رقبته، أما اللي مش هيغلط برضه هطير رقبته عشان يبقى عبرة لكل من يعتمر. هيا يا العمل، انتشروا معايا يلا. بس يلا يا عم، طب هو لا اله الا الله يا عم، طول عمركم هتفضلوا قاعدين كده؟ الشعب الغلس ده نطيان انت اهو. لا ما يلا يلا امشي انت اهو يا يا ولاد ال... يلا يلا انت اهو يا يلا 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 بقى. يعني بعد ما قتلت لك قمر الدين تروحي تتجوزي اللي اسمه الليمبي ده؟ يا خساره يا تربال، كنت فاكراك ذكي. ده انا ببعد عنك الشبهات. انا اتجوزته وبعدين طلعت اشاعه ان هو اللي قتل، وبعدين يبقى يتسجن بقى ولا يتحرق. وابعد عنك الشكوك. شكوك ايه دي بس اللي انت عايزه تبعديها عني؟ وانت فاكره انك هتبعدي عني الشكوك دي بان الليمبي يبقى سلطان مصر؟ الليمبي؟ الليمبي يا مولاتي ده فضحنا في كل حته، ده مش عارف اي حاجه، ده بيقولك لويس والخميس وبوليس وإدري. مولاتي شجرة الرز ترضى على نفسيها إنها تتهزق قدام شعبها ويقولك عادي هنا ما تتكلميش؟ ها؟ والمأذون اللي جوزنا هيطلعنا إزاي يا مولاتي؟ إزاي؟ يا طربال، أنت عندك مشاكل كتير قوي. أنت خرقت عين حمامة وماشي في كل حتة يقول أنت فين يا زينات، أنت فين يا زينات، وعندك مشاكل مع التتار. أنا ببعد عنك المشاكل. وبعدين انا هقول ان هو اللي قتل قمر الدين وخلاص بقى، نلبسها للمبي وبعدين تبقى بعلي وسندي وشريكي في العرش. ومتى سيتم كشف زوجي الخائن هذا اللمبي؟ كل شيء بمعاد يا تربال. قلبي سينفجر بحبك يا شجرة الرز. فلينتظر قلبك يا تربال. يبقى مين اللزوز؟ خادمك تربال يا مولاي. ايه مهدئات وبلاش كروثة، عملها قبلك. دائما دائما تسعون الى الحكم وانتم غير شرفاء، وتسعون اليه في كل زمان ومكان، وتستخدمون الدين ستارة لتداروا به على دناءتكم. يلا برا برا يا زلمة برا، يلا برا اجري لما على الجنون بتاعت الحصان. امر مولاي. يلا هيا هيا، ولا تتلكع ايها الفساق. مولاي ده احنا الاثنين عرش واحد، دقيته عندي وعندك اه يا شجرة احد. مولاي السلطان، إن قلبي يشتعل نارا بلهيب حنين. حنين، خذ لي في حنين يا سنين الحنين. هيا بنا نصعد إلى غرفتنا ونضرب رغيفين سنين. سأذهب إلى الحرم لك يا مولاي. طب فوق. طيب قشطة. ايه فستان؟ فستان. فستان يا معذر، بفكرك عايز فستان تقلعيه ونطلع نضرب سنين. ده ايه الهم والحكم القرف اللي الواحد قاعد فيه ده؟ هذا قرف. صفوة العمانة ما بيدوك كام هنا؟
دوك ايه مدادين بس يعني انا اهو اديني قاعد زي زيك اهو. ايه اللي حصل؟ قال لك الحكم 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 وادينا قعدنا في الكرسي اهو. قاعدين بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. عاطل قاعد عاطل ذكروني و يا اهل مصر الطيبين انت دار جايين انت دار جايين يا مصريين انت دار جايين انت دار جايين يا مصريين اللهم حصلك اللهم بشر اللهم بشر انت دار جايين انت دار انت دار خلي بالكم الحرب يا مصريين الحرب يا مصريين الحرب يا مصريين, الحرب يا مصريين. وبعدين في العطل اللي الواحد فيها دي مدولك الحكام بيتعبوا وبيعملوا ما هم قاعدين على الكراسي اهو ولا في اي حاجه خالص مش اي مصلحه كده احنا عطلانين على الفاضي. مولاي السلطان اللمبي واحد من الدهماء عايز يقابلك يا مولاي. اذا اذهب اقعد كلم ودخلوه. نينجا ولا ايه؟ مين انت؟ نينجا؟ ازيك يا لمبي؟ من انت؟ الله يا عم مين انت عملت لي دي كده كاني تحتيها عمر المختار؟ مين انت؟ مش عارفني؟ مش واخد بالي. انا جدك هريسه. جد هريسه؟ شقعد مكانك. انت ايه في مرض معدي عندك ولا حاجه ولا ايه؟ القصر كله جواسيس. القصر من امتى جواسيس؟ ايوه. لا ما تخافش ده كومبارس يا معلم. اسمعني يا ابني. ايوه. هيموتوك وهتبقى كبش فدا. يموتوني وابقى كبش فدا؟ ده مين دول اللي هيكوشوني ويبقى فحشنا ده؟ شجرة الرز وتربال. شجرة الرز وتربال. كده انت بقى قلت لي. طب وبعدين هعمل ايه؟ كده اللعب بقى على المكشوف اجد واريزة. لازم تشوف لك حل في اللي هيحصل. انا منك وعليك وكده كده. ايوه. هتعرف طريق الكنز مدام ظهرت لي ويبقى اجلي قرب. المخطوط بيقول كده. بس انت واخد البلد ورايح على فين؟ ايه واخد البلد ورايح على فين؟ لا ده انا بتكتك تكتكه للبلد رايح على فين؟ إذا راح على فين؟ ما تخافش بس هي هتبقى حلوة إن شاء الله ما تقلقش. أهم حاجة بس عايزين نخلع من هنا والكنز وكده يعني. لمبي ما قدامناش وقت. فعلا إحنا فعلا ما قدامناش وقت ولازم نتصرف بأقصى سرعة جدا إن إحنا ناخد يومين أجازة نفكر فيهم. يومين إيه؟ ثلاثة ولا إيه؟ ولا ثلاثة. ليه وإحنا هتعدم ولا إيه؟ أديك قلتها بعظمة لسانك. اسمع يا لمبي. أيوه. إيه أنت بتتكرع ولا إيه؟ لا بقى من ظهري. من ظهرك ما انا شايفه. انت هتعمل فيها يا بلطجي. كمل. ها في بنت هنا من الجواري. ايوه. بيقولوا انها الوريثه الشرعيه لحكم البلاد. ايه ده وقفت كده ليه؟ يعني وقفت المفاجاه زي الحركه بتاعتك دي. اقعد عشان اكمل. هي الوريثه الشرعيه اللي هنا. هي الوريثه الشرعيه. ايوه. اشاعه سمعتها من سنين وبيقولوا ان البنت دي من اصل هريسي. ايه وقفت كده ليه؟ بس عرفتها انا بقى دي. انت عارف دي مين بقى؟ بنت كانت رقاصة عماله ترقص وكنت عماله انا اقول لها ايه؟ يا بنت دي ايه؟ دبانه ولا دبور اللي في كتفك دي؟ يبقى هي دي بقى عم هريسة. ايوه. دي بقى تعمل ايه بقى البنت دي مالها؟ البنت دي لو حكمت هيبقى انقاذ حياتك في ايديها. البنت دي لو حمكت هتبقى انقاذ. طب و والأنسة الأميرة شجرة الرز دي هعمل فيها إيه؟ أحشيها في صباع محشي وأظبطها ولا أعمل إيه؟ شجرة رز إيه؟ وأنت ما بتفهمش أي حاجة؟ بقول لك البنت دي لو حكمت البلاد هيبقى براءتك في إيديها. أيوه. يعني إيه الكلام ده؟ أنت كل ده وما فهمتنيش؟ يعني إيه والنبي؟ يعني هي البنت دي لو حكمت البلاد هتطلعنا انا براءة. ايوه. خلاص يبقى انت بقى ظبط بقى بيني وبينها ومقابلة كده في السكرت. ها؟ نقعد وناخد وند مع بعض في الكلام في الحلاوة عشان نظبط بقى الأوضة. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع. ايوه. اسمع. ايوه ما هو انا سامع اهو.
اسمع يا عم، ما خلاص اسمع اسمع، ما تقول اسمع لما اقول لك. قول لي اسمعني كويس. لا 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 اتفضل. انا حرقت مقابله بينك وبين البنت دي. خلاص على خير الله، ده كده اركان العمليه كلها اكتملت، ولازم يكون في سريه تامه، وانا اطلع على طول واروح نبلغ شجره الرز باللي حصل، عشان انا الكاسوس بتاعها. ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار يا امير طربال؟ وهي الاخبار في المحروسه بتخلص؟ ده كل يوم يطلع خبر. قال ايه؟ يقول لك ده اخر خبر. طب ما تقول لنا بقى يا سي هضبه، ايه اخر خبر سمعته؟ سمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي ناوي يتغدى بسموك قبل سموك ما تتعشى بيه. بالهنا والشفا. ده كل المحروسة عارفه. وهو بقى ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد سمعته. وسمعت ايه كمان؟ وسمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي بيجتمع برجالته في السر لغاية اللحظة المناسبة يخلصوا عليك انت ورجالتك علشان يخلالهم الجو. الله، وانت عرفت ازاي بقى اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ بس ياض يا بلنت، ده انا المملوك هضبة والاجر على الله. انا اصلي ليا واحد صاحبي مهم جدا بيشتغل في قصر الليمبي. بيشتغل ايه في القصر؟ في المطبخ. اهو انت كده جبت المفيد. انا بقى عايز اعرف كل اللي بيتقال. وانتوا طبعا رجالتي وحبايب. بس خد بالك يا سمو الامير، الليمبي ده تعبان. حتى لو كان تعبان اقطع له راسه، وطبعا بمساعده رجالتي وحبايب. احنا خدامينك يا سمو الامير، خدامينك. لو عايزنا نقطع لك راسه نقطع حالك ونسلخ لك جلده كمان. مساله السلخ دي سيبوها عليا انا. انا هعرف ازاي اكسر سمه واخليه عبره لاي تعبان يفكر يقرب من قصر الامير طربال. اتفضلوا امشوا انتوا دلوقتي، بس كل واحد فيكم يمشي في طريق غير التاني، مفهوم؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا طردنا صح. طيب يا ليه هتروح مني فين؟ سلاف جيت في وقتك، كنت لسه بفكر فيك. القلوب عند بعضها يا امير طربال. طول عمرك سخي يا امير. اتحرك معايا بسرعه، انا عندي اوامر بقتلك. اخيرا اخيرا بقينا لوحدنا. انا عمال اشاور لك والف حواليك واقول لك الدبانه اللي في كتفك دي الدبانه صح؟ طب بص بقى المفاجاه، انا هوريك حاجه عشان تعرفي ان احنا الاثنين من دم واحد. بصي. انت مين؟ طب يلا اطلع الوقت عشان في حد بيراقبنا الظهر. يلا اطلع، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس، في كواسيس هنا. مفيش كواسيس. انا اللي بقول لك انت مين؟ اتكلمي تاني كده. انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي بس انا عرفتك. ايه انت محروس؟ محروس؟ يا ست محروس مين؟ انا اللمبي، انا اللمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانه على كتفك. بقولك ايه، اسالك سؤال، هو انت الامير الزينات حكمه العرش اللي هتقعدوا المفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوريثه الشرعيه. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ فرحانه يا محروس. يا ست محروس مين؟ قلت لك انا اللمبي. لمبي؟ الله يخرب بيت ام محروس. طب ويعني، طب يعني ازاي يعني ابقى متاكد ان انت فعلا هتبقى قاعده على العرش؟ الدبانه بتقول كده. لا والنبي. هي الدبانه دي بتتكلم؟ ايه هو في دبانه بتتكلم؟ انت عبيط؟ انا برضك اللي عبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكه مصر؟ يا حظك يا مصر، يا حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقولك يا اميره زينات،
انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري ها، وتعيشي حياتك وترد باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بهدله تانيه اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفايه انهم خلقوا عين حمامه. يا حبيبي يا حمامه. انت يا بنت عندك كهربا زياده ولا عبيطه؟ انت ايه بس اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعميه وكل حاجه ولحمه وكل حاجه، خلاص؟ ماشي؟ بس اهدي شويه. دلوقتي انا هساعدك. هساعدك عشان خاطر تمسك العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس امانه عليكي تطلعيني براءه، لان هم مورطيني في جريمه كده تربان وشجره الرز، وانا ماليش في الكلام ده. انا جايب المفتاح افتح الباب واخش اخد الكنز بتاعي واشوف السر اللي عند عم هريسه ده واخد بعض وامشي على السيده زينب. انا تعبت عايز امشي يا سياده الملكه الاميره. ماشي يا حبيبي ما تزعلش، اتفقنا. على فكره انت لذيذ. حزب البلكونه هتلف. يا ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟ جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا ورا. بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أكون لكم. يجب أن نحصل على الحرية الأمن والأمان، يعني عيش حرية حلاوة طحنية. مقصود كلامي ان دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة والحنوضة مش كويسة، لانك انت بتبقى طريف ساعتها فيبقى ايد وضع. وانا النهاردة جاي اكشف لكم عن الحنوضة اللي انتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضة، واحكي لكم قصة قتل الامير قمر الدين خشاب. كل سنة وانتوا طيبين. لمبي اسكتي يا ايتها الشنطاء. عاش السلطان اللمبي. اسكتي ولا تتفرخفخي بالكلمة. ايها الشعب، لقد طعنه طربال التي استكردته الملكة ها، وقالت له ان يقتل عمر الدين كل سنة وهو طيب، فقد طعنه طعنة ويا لها من طعنة، ثم طعنه طعنة أخرى ويا ويلها ويا ويحها من طعنة غادرة، فقد لفه وطعنه طعنة في الببو. وما أدراكم ما طعنة الببو؟ إنها طعنة مؤلمة تأتي بالبواسير، وأنزلت منهم ناسورة في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا انا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحب، وليكوا شايفين المساله مساله واضحه وضوح الشمس. قتل الامير عمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. اقتلوا الليمبي الخان. اقتلوا الليمبي الخان. لا والله ما كده، ما صدقوش ده كذاب، والمصحف ده كذاب. انت والله ما ده كذاب، ما صدقوش يا جماعه انا غلبان. انا مش من هنا يا جماعه والنبي، انا من القلعه وسيده زينب. بعمل طعميه وفول وبتين جنب خلل وفلفل من اللي هو المقلي ده، عارفين اللي بيجيب النصور برضه. الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ. ربنا يديك منك يا عم هريسه، انت السبب. الله يخرب بيتك على خرب بيت الكنز. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياه ابوك كده تقولي. صدقوا الليمبي، صدقوا الليمبي. شجره الرز هي اللي دبرت كل ده، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده. ايه
جاري ده اخيرا ذهب الحق. عاش الامير لمبي. عاش الامير لمبي. ودوه على القبر هناك. دخلت من هنا في الشد اضربها بالمبقاب حطوه في الثلاجه. عاش الامير لمبي. انت فين يا زينات؟ انت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حنانه. انت فين يا زينات؟ انا هنا يا حنانه. انت فين؟ انا هو يا حنانه. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حنانه. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين زينات؟ فين؟ انا هنا. زينات انا هنا يا حنانه. هي وحلاوتها هي. امال فين؟ فين لمبي؟ ما انا هو انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا لمبي؟ انا هو يا حنانه. بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ خلي بالك التتار جايين. التتار جايين. حاضر. التتار جايين يا لمبي. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك يا لمبي. حاضر. ما هخلي بالي. خلاص قولي له يا زينات. يا عم التتار جايين يا عم. ما خلاص عرفت يا عم ده الحرب يا عم. الحرب يا زينات. يا عم عرفت يا عم. على الطلاب الثلاثه عرفت التتار. الله يخرب بيتهم. التتار عليهم. التتار جايين يا لمبي. هو يا اخي ما قلت انا خلاص بقى. ده انت سعيد قوي زعلت الكلاب ليه كده؟ التتار يا كفايه يا لمبي. قول لهم بس خلاص انا هقولهم. تعال التتار جايين يا لمبي. استنى بقى يخرب بيت ام التتار على اليوم اللي جبتك فيه. يلا قول. يا ده حبيبي يا عم انت لو وقعت ناقصه خانقه هتقولي اوه خلاص. الله يا شعب مصر المحبوسه احب اقدم لكم الاميره بتاعتكم الجديده اللي هتجلس على العرش والمتحدثه عن الدايره بتاعتكم دايرة السيدة زينب رمز الهلال الحاجة زينب علوي. عاشت الأميرة إسماعيل. عاشت الأميرة زينب علوي. عاشت الأميرة إسماعيل. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. عاشت الأميرة للطبقة الكدحة. عاشت الأميرة الحرب. الحرب يا لمبي. يا عم اقعد بقى يقتلوه يا جدعان الراجل ده والمصحف هو ده اللي شغل مع البلاد. يا ده قول لهم بقى حاجه بقى. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قول لهم بقى ما انت الاميره هتقعدي بقى. لا في حرب فجأة. في حرب فجأة؟ ازاي يعني؟ ما لازم تحكمي. خش عليهم على طول اذا في حرب فجأة. قول انت قول. قول لهم انت كلمتين. قول لهم كلمتين. قدمني قدمني. الاميره زينات علوي عايزه تلقي خطبه حماسيه عن اهل دايرتها. اتفضلي قولي. تقدموا الى السنديبات. اطلع 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 اقعدي فوق. يلا سندباد ايه احنا ايه فاتحين كارت الاسبستون؟ لمبي. لا مين؟ اه لمبي. عم هريسه. لمبي حبيبي. عم هريسه. التتار على الابواب. يا عم انت هتخنقني انت كمان. طيب بس انا حاسس بضعف. طيب. ايوه ضعف. ومعنى كده اني اجلي. ايوه قرب يقترب. يا الف بركه. تعالى بقى خدني من المكان الحر ده. تعال. عاوز اموت في القصر. تعالى هموتك موت عسل. تعالى عاوز اموت في اي حته. ده تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. يحيى شهيد. تحيا شهيد. عاشت مصر حره مش نحن. يلا 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 اخليني شويه يا بنت. يلا معاها. كانت سايله قوي. الله ايه يا بنت الغلاسه اللي بتديها دي؟ النفخه في النفخه. اه ايوه بس ما انا مش عارف امسك. سيبني انت. اه انا سبتك. ايوه متشكرين قوي يا اخويا. متشكرين قوي. الله يخليك يا لمبي. ايه لمبي؟ لمبي ما انا هنا اهو يا عم هريسه. اعرف فين؟ ما مين اللي سحبك؟ اصل انا اديلي كام يوم كده بيجيني غيبوبه. ايوه ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي. طيب يمكن تجيب له ايه؟ نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ لا والنبي والنبي عود يا اسمك ايه بقى؟ مش وقته اسمك ايه والكوارع اللي ملزقه ايدك دي؟ اهدي منها شويه. ايه؟ عاجبك كده؟ عاجبك؟ انا فعلا محتاج لواحد من نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ تصدق ان انا غلطان ان انا بتدخل في العيله دي؟ يا سلام. هيرجعني لذكريات الجميله انا وصلاح. انت وصلاح؟ صلاح مين؟ ستك. ست اسمها صلاح؟ ليه وانت كنت متجوز احد العسكر ولا ايه؟ اصلها كانت وحيده على سبع بنات. وحيده؟ يا ست الراجل ده بيخرف ولا ايه؟ وحيده على سبع بنات ازاي؟ لانها ما كانتش حلوه قوي زيهم. ايوه فكانوا خايفين عليها من التلف. من التلف ولا من الحسد؟ اكيد خايفين من الحسد صح؟ ايوه. طب والسبعه التانيين راحوا فين؟
تلفو. تلفو طبعا، فخفتوا عليها فسميتوها صلاح. يا سلام. أيوة. كنا نقعد تحت الشجرة اللي ورانا دي. يا عم شجرة ايه ده؟ عرش موجود عندك؟ عرش اهو. قبل العرش ده أيوة. كان في شجرة وكان جنبيها ذكر بط لسه سايبينه لحد دلوقتي. ذكر بط وذكر بط. ماشي خرف يا عم هريسة. ايوه بعدين كان شاهد على حبنا ذكر البط صح؟ أوه. ايوه هي تحدفني بنبوت وانا احدفها بنبوت. سلام. ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيت ونقوم الصبح دمنا سايح. هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي. ايوه لمبي لفني. الفك فين؟ في سجارة؟ لفني ناحية العرش. حاضر. يا مملوك هضبة، يا رجال المملوك هضبة، هريسة أبو الليف في النزع الأخير، واللمبي جوز السلطانة شجرة الرز مهتم بأمره. جرى يا رجالة، إحنا هنسيب هريسة هيموت كده بسهولة بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ أنا عندي فكرة أبو هندمي. قول، أنا حاسس إنك هتقول لنا حل. إحنا نروح كلنا كده بصحبة السيد هضبة ونفادئ هريسة ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فيه. الراجل بيقول لك بيموت، بيموت هنهب فيه أكتر من كده يا بخت. الله! وهنعمل إيه دلوقتي يا سيد هضبة؟ الله! الله يخرب بيتك. اهدى يا مسروق، أنا عندي الحل. إيه هو؟ أكيد يا إخوانا هريسة قبل ما يموت ويفلسع من الدنيا هيقول برضو مكان الكنز للمبي جوز الست السلطانة شجرة الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبة، والله كلامك أحلى من لقمة القاضي يا سيد هضبة. يا سلام، كلامك لوز مؤشر. يبقى المفروض يا رجالة نراقب الليمبي دوت على طراطيف إيدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغاية ما نعرف مكان الكنز فين، وساعتها أخده لوحدي. إيه؟ قصدي يعني أخده لوحدي وأرجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله، كلامك أحلى من أم علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركة الله، مين بقى رجالنا اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجالة. على فين؟ الله يخرب بيوتكم، انا بقول ايه من الصبح؟ على هريسة نتصنط عليه وهو بيقول سر الكنز للنبي جوز السلطان. هيا نبي جوز السلطان. هيا نبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي لمبي. ايوه قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي الكنز فين وما تزمنيش وما تستغلش الفرصة. اديني ودني. اديك ودني؟ اديني ودني. اه ودني ايه؟ علامة مكان الكنز. كنز؟ اه اهو انزل انزل يا جدو، انزل في امان الله. تعالي بقى يقول لك ذكر بط. فين هنا؟ كنز يا بنت. كنز. ايوه كنز. ده هنا النقطة. عالي يلا تعالي يلا بينا يلا عشان نهرب. عندي يلا كده. ايه ده؟ مين دول؟ الخرفان دي. فين الأمير تربان؟ الأمير
الأمير تربل مات. أين الأميرة شجرة الرز؟ في الكشري. خلاص ماتت رخرة، قعدوا يضربوها بالبباقيم لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت. وأين الأمير عمر الدين خشاب؟ كل سنة وأنت طيب بقى، اتلهف على المائدة مات راخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض إيه؟ أنت تقدر تبودع؟ إذا أردتم أن تسلموا، سلموا تسلموا. تنعموا بالغذاء والراحة والأمان. تدفعون الفدية ذهباً. مفتاح كنز عيسى معلم. أما إذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح أطفالكم. لا تدعوهمش يا لمبي، دول كذابين كذابين. أي بلد بيمسكوها بيخربوها بيأكلوا خيرها، ما بيعملوش أي مصلحة للشعب. طبعاً الخرفان بتاكل أي حاجة قدامها، خضرة، ناشف، يابس، أي حاجة بتاكلها. خرفان ماء ماء. هذه رسالة التتار، أريد ردكم. ده ابنك ده ولا ايه؟ ابنك ولفه ولا ايه ده؟ ده ايه دي؟ خد الرسالة اهو، احنا موافقين. فين؟ لا استنى بس يا عم انت، استنى يا عم يا حماسة صور وخلاص. الله، انت بتبوظ البيعة دي، ده كان الخروف الكبير اهو بتاعهم واقف وبيديك الحاجات بتقبض لك الشعر، هياكل وهيشرب وهيتنح بعد ما انت، مش كده يا ست السلطانة؟ ايوه اهو شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص طالما انتوا ملتزمين بالكلام ده خلاص، احنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. يا ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي انا بقوله صح؟ ما ينفعش. هينفع اي مجاعه في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفاه من الجيل هيتباح لك اي خروف من الواقفين دول، والناس تاكل بقى وتعطس بقى. كل سنه وانت طيب بقى. ما ينفعش يا لمبي، لازم نحاربهم نبيتهم. تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا. امسك بص عندك على حاجه، انت تصرف، انت شكلك قائد عظيم. انا حساس ان حضرتك مش خاطر، انا عندي ميتنج دلوقتي، اوكي؟ يلا بينا يا عم. يلا. يلا يا ريت تجري. اجري يلا. يلا. اوف 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 بقى. وقف بقى خلينا نركز بقى. ايه اللي دي فيه؟ احنا بنهرب دلوقتي. طب يهرب بينا. يلا بينا، ما تقعديش تقولي فيه ومش فيه حاجه. يلا بقى يا بنت. يلا زنوتة. يلا خلاص. استنى هنا، استنى استنى استنى. باب الكنز. بص بقى بص بقى زنوتة. بص يا زنوتة يا حبيبتي، دلوقتي هما هيجوا يخطفوكي، انت تعتلي العرش وتقومي بالعدل وتسترجلي شويه في الله. العرش العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي. ما انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر. الصوت ده يحكم مدرسه ثانيه يا بنات، فاسترجلي كده وخليكي جنب احسن. هما ها هو لمبي. ها لمبي، ما تسيبنيش يا لمبي، ما تسيبنيش. تعالى يا بنت، اوعي تعملي وانت بتحكمش، اعملي كده. انا بحبك يا لمبي والله. بص هحطك ده فوقك. لا ما خلي بالك من نفسك. يا رب يا رب ما الاقي نفسي عند الفراعنة يا رب. انا سامع صوت كركره وميه وشيشه، ناس قاعده بتشيش.